يا هل نفراكم طر القلوب طار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد في زيارة أنصار أبي عبد الله عليه وعليهم السلام: بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. هذا النص، المقطع من زيارة وردت عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، علمها لأحد أصحابه عندما يريد أن يزور الإمام الحسين سلام الله عليه وأن يزور أصحابه. والزيارة تضمنت معنى أو معاني مهمة كثيرة جدا، خصوصا هذا المقطع: بأبي أنتم وأمي. حينما نقف أمام الأبطال أصحاب الثبات والإيمان والإرادة الصلبة ونخاطبهم بهذا الخطاب: بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. الفوز الذي حصل لهؤلاء الأبطال كيف يفسر؟ هؤلاء قتلوا في أرض كربلاء، فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، ضرجت أجسادهم، تركوا بالعراء. أي فوز يقصده الإمام عليه السلام؟ الفوز إخواني يفهمه البعض شكلا وله شكل آخر. فوز نفهمه بشكل حسب مقاييسنا وحسب حساباتنا الدنيوية، وله معنى آخر، معنى أعمق يبينه لنا القرآن، يبينه لنا النبي وأهل البيت عليهم السلام. الفوز في حساباتنا شكل، كما بعض القضايا أيضا، بعض القضايا حساباتنا إلها تفسير، لكن بحسابات المعصومين إلها تفسير آخر. مثلا الموت، الموت وفق حساباتنا شيء مؤلم، شيء حزين، شيء مؤثر، لكن الموت لما نجي إلى كلام المعصومين عليهم السلام، الإمام الحسين ماذا يقول؟ خط الموت على ولد آدم. لاحظوا التعبير، لاحظوا الكلمات اللي يختارها الإمام ليعطي لنا صورة عن الموت: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. اختار لفظ القلادة، والقلادة تتزين بها المرأة، واستعمل لفظة الجيد على جيد الفتاة. جيد يعني من الجودة، جيد يجذب النظر، واستعمل كلمة الفتاة، لم يقل المرأة وإنما الفتاة. لماذا؟ لأن الفتاة يعني فيها مثلا رونق آخر، بشكل آخر، صورة أخرى. يعني الموت جميل، الموت لطيف،
ولذا الموت يعني لما ننظر له من هذه الناحية، إذا ماكو موت الحياة تصير عبث، إذا ماكو موت الحياة تصير لغو، إذا ما في موت مولانا واحد يأكل الثاني، المظلوم يبقى ينتظر 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 كل شيء ماكو، والظالم يبقى ظالما ويستمر في ظلمه. فلا بد من حياة ثانية، لا بد من حياة ثانية فيها تقدير للأعمال، تؤخذ الحقوق إلى آخره. فالموت من ناحية أخرى ينظر إليه الإمام الحسين عليه السلام بأنه زينة. الفوز أيضا بحساباتنا، بحساباتنا اللي حصل أموال يقول أنا فائز، اللي ينجح بالمدرسة يقول أنا فائز، اللي حصل له موقع يقول أنا فائز، وهكذا. إذا جاب أهداف، جابوا أهداف أكثر يقولون حققنا الفوز. هذا كله فوز، لكنه فوز دنيوي، فوز مؤقت، فوز لأمد محدود، ربما يتلاشى، ربما ينتهي، ربما يتبدل. أما الفوز الحقيقي أن يخرج الإنسان من الدنيا ناجح بالامتحان الإلهي، يلقى الله بوجه أبيض. لاحظوا إخواني، أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين ولد بالكعبة ولم يقل فزت، انتصر في معارك الجهاد وما أكثرها ولم يقل فزت، ولكن لما ضربه ابن ملجم بالسيف على رأسه كلمة التي صدرت منه فزت ورب الكعبة. يعني هاي الحياة انتهت، هذه الحياة انتهت ولم أرتكب مخالفة قط، هذه الحياة انتهت وأنا في طريق هداية البشرية، تعليم البشرية، زرع الدين والرسالة ومبادئ القرآن. فقال فزت ورب الكعبة. لما نرجع إلى القرآن الكريم، نلاحظ بأن القرآن استعمل مفهوم الفوز وعبر عنه بثلاثة تعابير. شوية إذا تلتفتوا لي، التعبير الأول يعبر عن الفوز بأنه الفوز المبين، وبعد أكو فوز أكبر وهو الفوز الكبير، وهنالك فوز في درجة أعلى وأعلى يعبر عنه الفوز العظيم. أنا أقرأ لكم بعض الآيات اللي أشارت إلى هذا حتى نأخذ صورة كاملة عن أنصار أبي عبد الله عليه السلام وعليهم. مثلا الفوز المبين، وردت هذه العبارة بالقرآن الكريم في آيتين. نقرأ الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ما بيدخل الجنة، وإنما الذي يصرف عنه العذاب، هذا صرف العذاب يعبر عنه القرآن فوز مبين، ما في إلى الآن دخول الجنة. أصعد بعد درجة، أصعد درجة، يجي التعبير الفوز الكبير. تعابير القرآن كل كلمة في محلها، كل كلمة في محلها. الفوز الكبير، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا إجا الوعد بالجنة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
أما لما يجي إلى الفوز العظيم يا مؤمنين، لما يجي إلى الفوز العظيم يذكر القرآن 16 مرة. فوز المبين ذكره مرتين، فوز الكبير مرة واحدة، لكن الفوز العظيم 16 مرة. هنيئا لأنصار أبي عبد الله الحسين. من هذه الآيات فوز العظيم، لاحظ الوعد الإلهي لهؤلاء، لاحظ النعيم لهؤلاء. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. لاحظوا أخوان، جاب كلمة ذلك إشارة إلى عظمة هذا الفوز، إلى عظمة هذه النتيجة. ذلك الفوز، ذلك هو الفوز العظيم. إذن الفوز العظيم لهؤلاء الأنصار رضوان الله عليهم يعني أنهم بمرتبة عالية وبدرجة عالية كبرى. هنيئا لهم. الإمام الصادق عليه السلام يعلمنا أن نخاطبهم بهذا الخطاب. الإمام الرضا يقول لابن شبيب: إذا أردت أن تكون حاصلا على ثواب الشهداء مع الإمام الحسين عليه السلام فقل: متى ما ذكرته يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. هؤلاء الأبطال، هؤلاء العظماء باعوا أنفسهم إلى رب العالمين. والآية آية عجيبة أمامنا الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى، شوية توجهوا لي بهذه الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. لاحظ هؤلاء شنو من درجة لهم. هذه معاملة، معاملة مع من؟ معاملة مع رب العالمين. المعاملة إلها أطراف أربعة، مو تمام؟ المعاملة تتألف من أربعة أركان أساسية: بايع ومشتري وثمن ومثمن. تعال إلى هذه الآية، من البائع؟ البائع الإنسان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، البائع الإنسان. المشتري من؟ رب العالمين. هو من الذي خلقني؟ الله. من الذي رزقني؟ الله. يعني هو الواهب وهو الذي يشتري. شنو هذه الرحمة الإلهية والعظمة الإلهية؟ زين أنا أبيع لرب العالمين نفسي وأموالي، شنو الجزاء؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، النعيم الدائم، الفوز العظيم، هذا الثمن والمثمن. إذن ما أسعد وما أعظم أنصار أبي عبد الله، وهؤلاء هم أنصار النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك السلام عليكم يا أنصار رسول الله، سلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، سلام عليكم يا أنصار هؤلاء المعصومين، أنصار الزهراء، أنصار الإمام الحسن، أنصار الإمام الحسين رضوان الله عليهم أجمعين. ماذا يقول القائل عنهم؟ وكيف يتحدث عن هذه الشخصيات المتنوعة، متعددة؟
انتماءاتها مختلفة لكن القلب واحد، العزيمة واحدة، الثبات واحد، الهدف أيضا واحد. هؤلاء الذين ثبتوا إلى النفس الأخير ولم يتراجع منهم أحد قط، هذه الصفوة التي بقيت لم يتراجع منهم أحد قط، وأمامهم جيش جرار يقدر ب30,000، وهذا الرقم يعني مو رقم سهل، يقدر ب30,000 سيوف مشرعة وإمكانيات وقابليات ودولة وراءهم وكل ما يحتاجون عندهم، وتعال إلى هذه القلة القليلة مع قلة العدد وخذلان الناصر. شنو عندهم مولانا الكريم؟ شنو عندهم؟ عطش مأثر بيهم، الأسلحة اللي عندهم محدودة جدا، الإمكانيات إمكانيات عادية، لكن عندهم الإيمان، عندهم الثبات، عندهم العزيمة، عندهم الصبر والولاء والدفاع عن الكرامة وعن أهل البيت. من الذي انتصر؟ من الذي تغلب؟ تغلب عمر بن سعد أو حبيب بن مظاهر؟ تغلب شمر بن ذي الجوشم أو تغلب عابس؟ هؤلاء الأبطال بقيت أسماؤهم خالدة وقبورهم خالدة، والزوار ليل ونهار مولانا يرددون هذه العبارة: بأبي أنتم وأمي طبتم، وأولئك عليهم اللعنة، أولئك الذين ظلموا أهل البيت ووقفوا بوجه أهل البيت، والعاقبة للمتقين، وهذا هو الفوز العظيم. ولنعرج على بعض مصائبهم. وأنصار الإمام الحسين أبكوا الإمام الحسين عليه السلام، دمعة الإمام عزيزة ولكنها جرت على أنصاره، على أهل الوفاء. ماذا يتحدث الإنسان؟ كيف يتحدث عن هؤلاء؟ لاحظ، مو واحد واثنين نموذج ونموذجين، وإنما نماذج عديدة. مثلا من هذه النماذج إخوان الإمام الحسين يقف يصلي يوم عاشوراء في أرض المعركة، في أرض المعركة يقف يصلي الإمام، يبين أن الصلاة مهمة مولانا، صلاة عظيمة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. إمام الحسين وقف يصلي بأصحابه، تقدم سعيد الحنفي من أصحابه من أنصاره. سعيد الحنفي قال له: أبا عبد الله، أنا أوقف قدامك، خاف تجيك حجارة، خاف يجي واحد يعتدي وأنت تصلي، أنا أقف أمامك. لاحظ هذه الروح، لاحظ روح المفادات، بأبي أنتم وأمي. وقف أمام أبي عبد الله والإمام يصلي. أسألكم بالله، إذا حجارة إجت إلى شخص ويشوفها بعينه، مو مولانا يميل يمينا أو شمالا حتى الحجارة لا توقع بصدره بجسمه؟ هذا سعيد يشوف السهم جاي للإمام الحسين، يستقبله بصدره الشريف، صدره يستقبل السهام، مو سهم واحد ولا اثنين، جمعت السهام إلى أن فرغ الإمام من الصلاة، وقع سعيد على الأرض. جاء الإمام أبو عبد الله، جلس عنده، فتح عينيه، نظر إلى الإمام أمامه. تدري شنو العبارة صدرت منه؟ هذه العبارة مولانا لوحة جميلة عظيمة: أوفيت يا أبا عبد الله؟ أوفيت يا أبا عبد الله؟ قال: نعم، أنت أمامي في الجنة.
هذا نموذج. بعد نموذج ثاني وثالث ورابع، والنماذج لا تنتهي. بعد انت خلي الصورة أمامك. جون يأتي إلى أبي عبد الله، جون يجي إلى الإمام الحسين يقول له ائذن لي بالقتال سيدي أبا عبد الله. الإمام يقول له يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية، فلا تبتلي بطريقتنا، احنا طريقتنا جهاد وقتال ودفاع، فلا تبتلي بطريقتنا. تدري شو يقول له للإمام؟ يقول له أبا عبد الله إن لوني أسود وحسبي لئيم وريحي نتن تنفس علي برائحة الجنة حتى يبيض وجهي ويطيب ريحي ويحسن حسبي ونسبي. ائذن لي أبا عبد الله، أقسم عليك بأمك فاطمة الزهراء. أذن له الإمام، برز جون، قاتل قتال الأبطال إلى أن وقع على الأرض. جاءه الإمام الحسين، جاءه بنفسه، وقف عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ثم رفع يديه وهو يقول اللهم بيض وجهه وطيب ريحه. كل من يمر بأرض المعركة، بنو أسد يقولون كنا نشم من جون رائحة أزكى من المسك والعنبر. رضوان الله عليكم يا أبطال الصفا. بعد عندي واحد أريد أن أذكره. أنا ذكرت هؤلاء شباب وكبار، حبيب ابن مظاهر كبير بالعمر، عابس، أمثال هؤلاء. بعد عندنا صبي عمره 11 سنة وفي قول عمره 9 سنوات، الله ابن عمير الكلبي رضوان الله عليه. هذا الصبي جاء للإمام الحسين يستأذنه، نظر إليه الإمام، صبي عمره 9 سنوات أو 11 سنة، ويريد يقاتل، يريد يقاتل الجيش، يريد يقاتل يواجه 30,000. قال له بني لقد قتل أبوك بالحملة الأولى، وأخشى أن أمك لم ترضى أو لا ترضى. رجع إلى أمه، أماه منعني الإمام الحسين. شوف هاي المرأة، شوف النموذج الثاني النساء. قالت ولدي لعله استصغر سنك، لبست ملابس طويلة يبدو بها كبيرة، وجاءت به إلى الإمام وقفت أمامه. قالت أبا عبد الله أتذكر فاطمة الزهراء بولدها ولا أذكر بولدي؟ أقسم عليك بأمك فاطمة إلا ما أذنت له. حبيب يبرز ينادي أنا حبيب وأبي مظاهر، وهكذا الأبطال. أما هذا الصبي لما برز شنو الرجز؟ أميري حسين. يلا ويا ويا أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير. قاتل قتال الأبطال إلى أن قتل ورمي برأسه، فأخذته أمه وهي تقبله هنيئا لك يا ولدي. قضى وحق عليهم دون الخيام، ولا خلى وحريم حسين تنظام. لما طاح وتفايض منهم الهام
وقف الحسين يناديهم بأسمائهم: يا أبطال الصفا، يا فرسان الهيجا، يا حبيبي يا حبيب، يا هاني يا مسلم، يا فلان يا فلان، ما لي أناديكم لا تجيبوا. زينب رأت أخاها خرجت تنادي: نور عيني يا حسين، ثمرت فؤادي يا حسين، تنادي يا أخويا وما لك معين، وقامك على الغبر مطاعين. أنا مني هذا الخبر. وأسألكم الدعاء. احنا ذكرنا الرجال الشباب الصبية، خلي نذكر قضية امرأة واحدة من النساء اللواتي وقفنا مع زينب العقيلة لما جابوا السبايا الى الكوفة. مولانا وصارت ضجة بالكوفة، قالوا لابن زياد: نخشى من العواقب. قال: ما الحل؟ قال: قل للناس أن يأخذوا نساءهم اللواتي مع السبايا. زينب والحريم والنساء بالخربة بالكوفة. ونادى المنادي: من له امرأة مع السبايا فليأخذها. وإجوا مولانا بنو أسد أخذوا نساءهم. القبيلة الفلانية أخذت امرأة عدهم، وهكذا كل امرأة ينادونها تجي تسلم على زينب وتطلع، إلا امرأة من بني فزار أجت عشيرتها تنادي باسمها، لم تقم. مرة ثانية لم تقم. مرة ثالثة جاءت وجلست إلى جنب العقيلة زينب. زينب تقولها: ليش ما ترحين؟ تقولها: سيدتي، أنا أروح لأهلي لعشيرتي وأنت مسبية. هددوها العشيرة: إن لم تخرجي دخلنا وأخذناك عنوة. زينب عليها السلام قالت لها: اذهبي بالله عليك إلى أهلك. ودعت زينب وراحت. النساء الأطفال يسألون زينب: عم زينب، النساء وين راحن اللي ويانا؟ قالت لهم: جت القبائل للعشائر، كل وحدة أخذتها عشيرتها. سيدتي زينب، أما لنا من عشيرة؟ أين أهلنا؟ أين أصحاب الحمية؟ كل من عشيرتها لفوق من يد الأعادي وخلصوها، وزينب عشيرتها جفوها، شقولا للي ناشدني من الناس؟ يا زينب أخوك حسين وين وين عباس؟ أقول حسين ظل جثة بلا راس، وعباس البطل قطعة ويمين. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا. يا الله، ونحن في مجلس أبي عبد الله مع هذه الدموع نرفع أيدينا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية والصحة والسلامة، اللهم اقض حوائج المحتاجين. الحضور الكريم، اللهم احفظهم فردا فردا، من على مرضاهم بالشفاء والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ إمام زماننا وعجل له الفرج والنصر والعافية، وعجل له الفرج. المؤسسون، تقبل أعمالهم،
بأحسن قبول إلى روح سيدنا شهيد المحراب وإلى روح والده سماحة الإمام السيد الحكيم أعلى الله مقامه، الذي كان يهتم بهذه المجالس الحسينية الولائية. كان عنده اهتمام أيضا بقضية أبي الفضل العباس عليه السلام، ولذلك كان نهج توزيع الطعام باسم أبي الفضل العباس. وهذا الطعام الذي قدم هو سير على نهج الإمام الحكيم رضوان الله عليه ونهج أولاده رحمهم الله جميعا، وإلى أرواحهم وأمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.